من رفح الفلسطينية، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بعد تحية بشير، إذن هل كان تحدثنا عن جديد هذه التطورات المتلاحقة وخاصة في إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في قصف؟ تحية لكم. يعني بالفعل كما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالقرب من موقع كرم أبو سالم إلى الشرق من مدينة رفح. هذه يعني هذا الإعلان هو جاء عقب يعني ما قيام الاحتلال الإسرائيلي بسقوط عدد من الصواريخ باتجاه تلك المنطقة، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية على الفور بعشرات القذائف باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح، والتي تنهال بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. أيضا استمع في هذه اللحظات إلى قيام المروحيات الإسرائيلية بالتحليق المكثف في أجواء مدينة رفح، والتي تقوم بين الفينة والأخرى إطلاق الرصاص بشكل مباشر باتجاه المناطق الشرقية لهذه المدينة. أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية هي تحلق بكثافة في أجواء القطاع بشكل عام، وتقوم في هذه الأثناء بشن غارات باتجاه حي السلام، وهي المنطقة القريبة من محيط معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم في المنطقة الشرقية لمدينة رفح. صورة الأوضاع هي صعبة حتى هذه اللحظة، هناك قصف مستمر من المدفعية الإسرائيلية، وهناك أيضا إطلاق نار متواصل من الآليات العسكرية الإسرائيلية ومن المروحيات التي تحلق بكثافة في أجواء مدينة رفح. هذا القصف الصاروخ الذي استهدف هذا التجمع للجنود الإسرائيليين، ماذا بحسب وسائل الإعلام أو المصادر الرسمية الإسرائيلية أسفر عن جرحى؟ وهل هناك قتلى جراء ما حدث من هذا القصف؟ يعني حسب ما تحدثت به وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف الصاروخي أسفر عن إصابة 10 جنود إسرائيليين، من بينهم 4 بحالة الخطر، بالإضافة إلى مقتل جنديين 2 على الأقل. الأمر يشير إلى أن الحدث الأمني هناك صعب للغاية، وهو ما استدعى الاحتلال الإسرائيلي يعني استدعاء الطائرات المروحية لإسعاف الجنود والمصابين الذين أصيبوا جراء هذا القصف على موقعا بالقرب من معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح. طيب، يعني فصائل فلسطينية بشير تحدثت على أنها هي التي قصفت هذه التجمعات للجنود الإسرائيليين، فماذا عن مسار هذا الذي حدث، وأيضا تأكيد ما قالته الفصائل الفلسطينية؟ هل تسمعني بشير؟ بشير، وأنت تحدثنا نعرض تحليق لطيران المروحي الحربي الإسرائيلي في المنطقة التي أشارت فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه تم استهداف هذه المنطقة بقصف صاروخي من قطاع غزة، وهذا القصف الصاروخي استهدف موقعا بالقرب من معبر كرم أبو سالم. وفي المشاهد التي نعرضها عبر شاشة القاهرة الإخبارية، مروحيات الطيران الإسرائيلي وهي تحلق فيما يبدو وهي تقصف محيط هذه المنطقة التي تعرضت إلى قصف صاروخي بوجود تجمع للجنود الإسرائيليين، حيث أكدت فصائل فلسطينية أنها هي التي قصفت هذا التجمع للجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة كرم أبو سالم. أشارت الفصائل الفلسطينية إلى قصف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساري بصواريخ 107، هذه الصواريخ هي صواريخ قصيرة المدى. لو تسمعنا بشير التأكيدات التي جاءت من خلال ما قالته الفصائل الفلسطينية على أنها هي التي قصفت هذا التجمع للجنود الإسرائيليين، فصحة هذه التأكيدات أو مسار هذه التأكيدات؟ يعني بالفعل أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تمكنت من إطلاق صواريخ من نوع راجم باتجاه هذه القوات الإسرائيلية المتمركزة بالقرب من موقع كرم أبو سالم، أكثر من 20 صاروخا كما قالت المقاومة الفلسطينية أطلقتها باتجاه الجنود. أيضا في عملية مشتركة لأكثر من فصيل فلسطيني أكد بأنه طيب، يعني ابقى معي بشير، ابقى معي لأن آخر التحديث في هذا
الذي حدث، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحدث في الجانب الإسرائيلي من كرم أبو سالم غير عادي، مشيرة إلى أن الجيش استدعى مروحيات لنقل المصابين. أعود إليك مرة أخرى بشير، وبحسب التأكيدات الإسرائيلية أن الحدث حدث غير عادي، بمعنى أن الحدث استثنائي وقد يحدث في مرات نادرة، فماذا عن طبيعة ما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن هذا الحدث حدث غير عادي، فماذا يمثل هذا؟ يعني في الأمور المشابهة لمثل هذه الأحداث تحاول يعني إسرائيل بأن تضع تكتيما إعلاميا على ما يدور في المناطق المستهدفة، ولكن هذا الحدث هو حدث خطير بدليل أن الاحتلال الإسرائيلي قام باستدعاء الطائرات المروحية لإسعاف الجنود والمصابين من تلك المنطقة. هذا التدخل يؤدي بالدليل القاطع بأن هناك إصابات صعبة أكد في صفوف الجنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك مقتل 2 على الأقل من الجنود والعشرات من المصابين الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا الموقع، قرب معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. لكن ماذا يعني بشير أن يعني جيش الاحتلال يتحدث على أن هذا الحدث الذي وقع هو حدث غير عادي؟ هل نتيجة لطبيعة المنطقة، لأنها مثلا تقع بجوار منطقة عسكرية، أم أن أيضا التوقيت، أم أن يعني وقوع الإصابات الكثيرة والقتلى في نفس اللحظة هو الذي سمى جيش الاحتلال أن هذا الحدث هو حدث غير عادي؟ يعني طبيعة معبر كرم أبو سالم والمنطقة المحيطة موقع كرم أبو سالم هو منطقة حدودية شرقية نائية عن السكان أو المستوطنات كمان في غزة، هي منطقة بعيدة عسكرية تماما يتحصن بها العديد من الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بمهام حراسة المنطقة الحدودية. هذا القصف الإسرائيلي المكثف، عفوا القصف من المقاومة الفلسطينية المكثف باتجاه تلك المنطقة، هو يعني اختراق لهذه القوة العسكرية المحصنة وإيقاع خسائر فادحة في صفوف الجنود والموقع العسكري. هذا يؤدي بالدليل القاطع بأن هناك فشلا أمنيا وعسكريا يحيط بتلك المنطقة، وأن تتمكن المقاومة من إيقاع هذه الخسائر الفادحة في صفوف الفلسطينيين. هذا موقف يحسب للمقاومة الفلسطينية ودليل فشل آخر للاحتلال الإسرائيلي في حماية جنوده من الاستهداف المتواصل من المقاومة.